ورجعت لكم بفيديو جديد. معاكم رشا بيوتي النهارده لوصفه هايله لتقويه الضوافر وتطويلها. زي كده لو عايزين تعرفوا ازاي تابعوني في الكليب اللي جاي. باي. اي حته في جسمك زي شعرك زي بشرتك برضو محتاجين نعتني بيها. زمان كنا بنستعمل المانيكير العادي، كنت اول ما تشيل المانيكير بالاسيتون تبصي تلاقي ايه ضوافرك صفرت. كمان دلوقتي مع التكنولوجيا ومع الحاجات الحديثه الجل نيلز والشلاك، كمان ضوافرك بيتمنع عنها النور والشمس والهواء والميه، فمن حين لاخر لازم تعملي ماسكات لضوافرك كمان. دي ضوافري اهي، مش اكستنشن، ماشي. وعلى فكره الصوره اللي في الطم هتلاقوا ضوافري اطول من كده. انا قبل ما احط المانيكير انا يعني بردتها شويه لان كانت طولت قوي قوي قوي. كمان لما بتشيلي طبقه الجل او الشلاك بتلاقي ضوافرك ضعفت شويه، فده شيء طبيعي لان انت مش معرضاها لاي هواء او شمس فبتضعف. فلازم لما نيجي نشيل الشلاك او الجل لازم على الاقل ناخد لنا يومين ثلاثه نعمل ماسكات لايدينا نسيبها تشم الهواء، وبعد كده نرجع نعمل الجل نيل والشلاك تاني. فالنهارده معانا وصفه هتعجبكم يا جماعه. الوصفه محتاجه تعمليها لمده 10 ايام او 15 يوم ان رو، يعني كل يوم كل يوم كل يوم، ماشي. اللي ما عندهاش وقت واللي عامله شلاك يبقى ممكن تشيلي وتحطي تاني يوم، ولازم تدي لضوافرك انها تتنفس. مع الضوافر كمان زي الشعر وزي البشره محتاجه ان انت كل شويه تنظفي بشرتك عشان تتنفس وتبتدي تجدد خلايا البشره تاني. الضوافر نفس النظام. طيب احنا النهارده عندنا وصفه انا اوريدي مجهزاها اهي، انا عملتها اصلا، انا كنت عاملاها يا بنات. ثواني اهي الوصفه دي اهي، انا هقول لكم جواها ايه. دي كنت بنقع فيها ضوافري، طبعا ببقى غاسله ضوافري كويس قوي عشان لما انقعها ما يبقاش فيها بكتيريا او حاجه، لان اي حاجه بتحطيها هنا بكتيريا على طول، فلازم تبقي غاسله ايديكي حلوه قوي 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 ونقع فيها ايديكي. بعد كده بغلفها وبدخلها الثلاجه، انا اي حاجه بحطها في الثلاجه يعني للاحتياط، ماشي. فدي شكل الوصفه بتبقى كده. ولو انت مثلا حابه انك تاخدي تنقعي ايديكي، يعني مثلا تاخدي حته تاني تاخدي في طبق اصغر وتحطي ايديكي وتسيبي دي، مفيش مشكله برضو. بس انا عشان ببقى غاسله ايديا كويس قوي 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 ما فيهاش حاجه خالص فما عنديش مشكله، لاني لو ايديكي يعني غسلها مثلا من فتره وجايه بتربي بكتيريا بتيجي من الهواء، فما ينفعش احطها واشيلها فتلاقي هنا بقي فيه بكتيريا. فلو انت مش هتقدري على حاجه زي كده يبقى لا، حطي في طبق اصغر الكميه اللي تدخل فيها ايديكي، بتحطيها لمده 10 دقائق ربع ساعه، فاهمة؟ تبقي خلصتي بقى كل اللي وراكي في البيت، يعني خلصتي كل اللي وراكي وما وراكيش حاجه، تقعدي كده وتروحي حاطه ايديكي فيها لمده 10 دقائق ربع ساعه، بعد كده بتقومي تغسلي ايدك كويس، وبعد كده تحطي الكريم المرطب بتاعك وتطلعي. انا دايما بعمل العمله دي قبل ما انام بحيث ان انا بطلع انام ايديا ما بحطهاش في اي حاجه تاني بعد كده، فبتشبع من الكريمات والزيوت اللي انا حطاها، بنام فله خلاص. اصحى تاني يوم برضو اخر اليوم بقى بشتغل، ايديا بتلمس الميه، بتقشري بصل، بتاخد من البصل، بتاخد من الثوم، حتى الحاجات دي الزيوت اللي فيها بتساعد ضوافرك انها تطول وتتقوى. باجي اخر الليل برضو اعمل نفس الحكايه واطلع انام. دي لمدة 10 ايام، كل يوم 10 دقايق لربع ساعة، هتجيب معاكي نتيجة كويسة قوي. طيب أول حاجة بنحطها في الوصفة دي ربع كوباية زيت زيتون، ماشي. زيت الزيتون فيه فيتامين إي بينشط الدورة الدموية حوالين الضوافر، فبيساعده إن هو يطول ويبقى قوي كده، يعني تحسيه ناشف. خلاص يبقى أول حاجة في الوصفة زيت الزيتون. كل البيوت دلوقتي بقى فيها زيت زيتون، ربع كوبايه كده يعني،
يعني دول مش محصلين حاجه. يعني انا جبت كوبايه عاديه خدت منها والوصفه دي بتقعد لها 10 ايام يعني 2 ويكس في الثلاجه مفيش مشكله على فكره. فيعني مش هتبقي خسرتي حاجه من الزيت. يبقى اول حاجه زيت الزيتون ماشي بيقوي الضوافر بيساعد على يعني تنشيط الدوره الدمويه حواليه. يعني كل ما تنشطي الدوره الدمويه حوالين الضوافر بالزيت الزيتون تعملي لها كده مساج كده تلاقيها تنشط الدوره الدمويه فتلاقي الضوافر ابتدى يطول. بس طبعا ده مع الوقت مش النهارده مش هعمل كده الاقي تاني يوم طول. لا بياخد وقت يا جماعه ماشي. دي اول حاجه. تاني حاجه بقى ليمون وعسل. انا بس عشان اقطعها عشان كنت عامله الماس اهي ليمونه وكمان عسل الاثنين مع بعض. انا هقول الاثنين مع بعض بيعملوا ايه. بيشيلوا الصفار اللي حوالين الضوافر وكمان اي بكتيريا من مكان الجيل نيلز والشلاك. انت عارفه طبعا لما بتعملي فتره طويله شلاك ممكن يربي بكتيريا ده شيء طبيعي ما فيهاش مشكله. ده بقى بيخلصك من اي حاجه. يعني اقعدي كده اعمليه مثلا يومين ثلاثه قبل ما تعملي الست الجديد فل. فالعسل والليمون اولا هيعملوا على انك تشيلي الاصفرار اللي على الضافر بيبيض الايدين. انا عامه لما باجي اعمل ماسك زي كده بعد ما بحطهم بفضل يعني احط في الاول على ايديا واسقط ايديا ال 10 دقائق ربع ساعه فمنها باخد الفايده هنا وهنا اتفقنا. يبقى العسل والليمون بيشيلوا الاصفرار بيخلوا الضوافر والايدين ترجع بيضه وكمان بيقويهم طبعا وبيطوروا اتفقنا. في حاجة مهمة كمان اللي هو السي سولت اللي هو الملح الخشن اللي بيتباع في المحلات ماشي اللي هو ملح البحر بيسموه. ده بقى مهم جدا ماشي. بيقلل الالتهابات. يعني لو عندك التهابات حوالين الضافر او كده فهو بيقلل الالتهابات وبرضو بيعمل كمان على عشان في معادن برضو بيشيل الاصفرار وبيقوي الضافر وكمان بيخليه يلمع. عارفين لما تبقى الحاجه كده يعني بصوا ايدي انا على فكره مش حاطه كريمات بس ده من الماسك لان انا قعدت اعمله يومين ثلاثه قبل ما احط الست الجديد. شايفين ايديا على فكره مش حاطه اي فلتر في الكاميرا بس انا بهتم قوي 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 بايديا. يبقى الاربع حاجات اللي هنحطها في الماسك ربع كوبايه زيت زيتون معلقه شوربه من العسل ومعلقه شوربه من الليمون. انا دايما ببص دايما اغطي الحاجه كده واحطها في الثلاجه بتقعد كتير كانك ما استخدمتهاش. ومعلقه شاي من ملح البحر ده اللي هو السيزون بتخلطيهم مع بعض لو انت حسيتي الكميه كبيره زي ما اتفقنا وكده حطيهم في طبق صغير ونقعي فيهم ايديك. قبل ما تنقعي ايديكي خدي منهم وحطي على ايديكي هنا وبعد كده ابتدي سقطي ايديكي لمده ربع ساعه 10 دقائق ربع ساعه. والملح لو عملتي بيه كده هيعمل لك زي ايه تقشير بقى فتلاقي حتى يعني انا طبعا عامله الكيوتيكلز بتاعتي بس بصوا المنظر اهو شايفين من قريب. يعني حتى انا بعد ما عملت الماسك وابتديت بقى اعمل قعدت يومين اعمله ورا بعض لان انا اوريدي ضوافري طولت بس كنت محتاجه ان اريح من الشلات وادي فرصه ان ايديا وضوافري تتنفس. فقعدت بقى اعمل مساج يومين ورا بعض ما كنتش لسه شلت الكيوتيكل. انا وريتكم قبل كده ازاي بنشيل الكيوتيكل بالبوشر وكمان بالقصافه. لا لما جيت اعمل الكيوتيكل لقيتها ايه مش طالعه قوي. ايه ده؟ لا الماسك لما بيتحط وبتعملي له كده وبتعززي بقى الدوره الدمويه وبتخليها تتنشط كده بتقلل من طلوع الكيوتيكل. يعني كل ما تهتمي بضوافرك وايديكي تلاقيها بتفرق جامد. ادي منظر الايد اهو شايفين مفيش فلتر يا جماعه ماشي. انا قعدت عملت الماسك ده يومين بس عشان انا اوريدي كانت ضوافري طولت لما بحب اقعد فتره من غير كده كل يوم
ما وراكيش حاجه، ربع ساعه، ربع ساعه واحده بس قبل ما تنامي وانت قاعده كده، حطي ضوافرك وايديكي. صدقوني الليمون والعسل بيبيضوا البشره جدا وبيخلوا الايدين بتلمع، والملح طبعا ما اقولكمش معاهم سكراب كمان بيخليها ناعمه. انا مش حاطه اي حاجه خالص، فاهمه؟ بس ده شغل مثلا يومين ورا بعض وحطيت الشلاك، ده المنظر. ف يا رب تكون الوصفه النهارده عجبتكم، واللي يجرب حاجه يا بنات بليز 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 يبعت لي ويقول لي، لاني انا صراحه انبسطت قوي قوي من شيرين صاحبتي لما عملت ماسك الشعر وشعرها ابتدى يطول. قعدت 40 يوم كل يوم تعمل الماسك، كل يوم تعمل الماسك لغايه لما شعرها كان فاضي قوي قوي من قدام، ابتدى يطلع. انا حاطه الصوره في المنتدى عندي للي عايز يدخل يشوفها. انبسطت جدا ان هي اتفرجت على الفيديو وان هي شافت الوصفه وان هي عجبتها وابتدت تعملها، وهي سالتني صراحه على الخاص. يا جماعه كل صفحاتي موجوده في صندوق الوصف في الانستجرام والفيسبوك. اللي عايز يسال اي حاجه يدخل ويعمل لايك وفولو مي، وانا برد على اي اسئله. كل الصفحات بتاعتي انا سابها لكم في صندوق الوصف. اللي عايز اي حاجه يكونتاكت مي، مفيش مشكله خالص، لما بلاقي وقت برد عليها. واللي عايز حاجه يسالني، واللي عنده اقتراحات، عايز يعني عايز فيديوهات لحاجه معينه، عايز وصفات لحاجه معينه، قولوا لي. انا عندي كتير بس ساعات عارفين كده من بعض افكر هيستفادوا منها، طب هتنفعهم، طب مش عارفه ايه. لا انا لو انتم محتاجين انا على طول، يعني عندي كتير قوي. انا عامه من حتى قبل ما ادخل مجال البيوتي انا بحب قوي اعمل، يعني انا حتى في البيت قبل ما اتجوز اعمل حنه، احط لها شاي، احط لها كركم، احط لها كركديه، احط لها، يعني اللي عارفني عارف ان انا طول عمري بحب الوصفات الطبيعيه. كمان كنت بحط في شعري زيت خروع وتوم، وانا على طول، ولما بحب اشيل القشره مش عارفه احط ليمون، طول عمري كده. فالحاجات دي انا كنت بستخدمها كمان زمان، يعني مش جديد عليا عشان البيوتي، بس طبعا الدراسه اثقلت ده، يعني خلتني ابص للحاجات بمنظور مختلف. فلو عجبتكم الوصفه النهارده، طبعا الفيديو هينزل عرض اول، وانا هبقى معاكم في، يعني هو بينزل كانه لايف، فانا ببقى شات معاكم لايف، يعني انتوا بتكتبوا وانا برد عليكم على طول. فطبعا انا ببقى مبسوطه وفرحانه بتجاوبكم معايا، وان في ناس كمان بتستخدم الوصفات وبتجربها بتبقى مبسوطه بيها، دي حاجه بتسعدني. في ناس كمان بتقعد تحط الميك اب زيي، فدي حاجه انا طبعا انا فخوره بيها، يعني مبسوطه. فلو عجبكم الفيديو سبسكرايب ولايك وشير مع اصحابكم عشان القناه تكبر بيكم وليكم. وكل الانفورميشن بتاعتي، يعني كل الصفحات بتاعتي والحاجه هتلاقوها في صندوق الوصف. كل حاجه اللي عايز يدخل يعمل فولو ويكلمني، انا ما عنديش مشكله في اي وقت، وفي اي لما بيبقى عندي وقت صدقوني برد. ومعلش كمان انا اسفه اني بتاخر عليكم في رد على الكومنتات، لاني ساعات فعلا ببقى مش فاضيه وفرق التوقيت وكده، اعذروني انا اسفه معلش، يعني برد عليكم متاخر ما تزعلوش مني. بس بامانه اول ما بلاقي وقت بدخل وبرد، وانا بتابع اغلبيه الناس وبحب اتفرج على فيديوهاتكم وبعمل الاكل ساعات، بس مش بعمل كل الاكل لان في حاجات بتبقى غير، يعني بالنسبه لي انا غير صحيه ومش هقدر اعملها، فيها دهون وكده، وانا بطلت قطعت الدهون جدا. بس بحاول برضو اخد الريسبي وبعملها من غير دهون وتطلع تحفه تحفه تحفه. فشكرا ليكم، ويا رب تكون الفيديو عجبكم، واشوفكم الفيديو اللي جاي. باي. Thank you.